مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شو اخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب. طيب، موضوعنا اليوم عن العلاقات الاحتياطية. قبل ما أبدأ، أول شيء أبغى أعزي ضحايا انفجار بيروت الله يرحمهم، ويعني فاجعة صراحة، شيء مو سهل اللي تعرضت له لبنان أمس، والله يشفي المرضى. وأيضا مخلفات الحدث، كثير من الأشخاص قد ما يدركون إنه في غير الناس اللي ماتوا والناس اللي مرضوا، انه في اشخاص راح تدخل في حياتهم صدمة يعيشونها قد ترافقهم طول عمرهم. يعني تخيل انك تعيش في مكان وبعدين تسمع مثل هذا الانفجار او يكون حولك، او وسمعت برضو ايضا فيه حريق عجمان. ان شاء الله يا رب يعني يلحقون يسيطرون عليه. احس انه في 2020 البشرية يعني والطاقة كثير مضطربة، خصوصا من دخل أوغست، والطاقة فيها اضطراب كبير، وفيها كثير خسارات وأرباح في نفس الوقت، وفي كثير أشياء يحتاج الواحد أنه يقعد مع نفسه ويعيد ترتيب أوراقه. يعني أنا متذكر بداية السنة، أحداث بداية السنة، وش صار، وش الأشياء اللي صارت من بداية السنة، أقول واو. يعني أتذكر لما كثير أحداث مثلا بداية السنة أحس كأنها صارت قبل 20 سنة، من كثر ما أنه الأحداث صارت كثيرة كثيرة كثيرة، وكل يوم في شيء جديد يمسح اللي قبل، كل يوم في شيء جديد، كل يوم في، تقول واو كذا. يعني تشوف هاشتاج في تويتر تقول واو، فجأة يجي شيء أكبر تقول واو، كل شيء القديم يصير عادي 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 عادي. يعني تطالعين الأعلى الأعلى الأعلى. فهذه دعوة إنه كل شخص إنه يقعد مع نفسه، إنه ينتبه للمشاعر، إنه يركز على الداخل، إنه يعني يبدأ يلاحظ الاضطرابات اللي داخل أنفسنا. خلونا نلاحظ الاضطرابات اللي داخل أنفسنا، خلونا نلاحظ الموضوعات التي لم تحسم داخل أنفسنا. إن نحتاج إن نقعد مع أنفسنا قدام مراية مع ورقة وقلم ونسأل إيش الموضوعات التي لم تحسم. احسمها أرجوك، لأنه 2020 راح تحسمها. احسمها بكرامتك. احسمها بكرامتك. احسمها بكرامتك، وامسك ورقة وقلم وخلص الموضوعات. في شيء يبغى له ترتيب، في شيء يبغى له انهاء، في قرار تأجلته، في يعني في اشياء ما سويتها سوها، في اعتذارات ما قدمتها قدمها. يعني لانه على ما يبدو انه 2020 يعني مدرعة راح تمر على الافراد والجماعات، و تحط رجلينهم على الأرض. تحط رجلينهم على الأرض. فكل واحد لازم يعرف الأرض اللي هو قاعد فيها وواقف فيها، ويرتب نفسه. طيب، أذكركم الكورسنا اللي هو كورس غداء منتصف الليل، وهو كورس مخصص للعلاقات، ويناقش 33 قاعدة لعلاقات متطورة. والفكرة من هذا الكورس إنه إحنا علاقات، في عندنا علاقات نبتدئ فيها، وفي علاقات إحنا متواجدين فيها من يوم ولدنا، وفي علاقات إحنا بنخلصها أو على وشك نخلصها. فمهم إنك تعرف ما هي القواعد لبداية أي علاقة، لما ترحب في أحد، ولما تشوف أحد في الشارع، ولما تتعرف على أحد لأول مرة،
ايش القواعد اللي لازم تتبعها عشان يكون هذا الشخص دخوله سليم وجيد ومتسق مع نيتك ورسالتك وطاقتك في حياتك هذه. وايضا فيه احداث تسير اثناء العلاقه مهم احنا نعرفها، وقواعد مهم احنا نتصرف بناء عليها. ولما تقرر انك انت تطرد احد من حياتك، او لما يقرر شخص انه يطلع برا حياتك، لما تقرر انه تنفصل من شريك حياتك او تنسحب يمكن من الدوام او يمكن تسوي بلوك لصديق او اي اشكال المغادرة العلاقة، مهم انك تعرف انه في قواعد، انه ما تقدر بس كذا والله تشيل شطك وتمشي، لا ما تقدر للأسف. ودي انها تكون بهذه السهولة بس ما هي بهذه السهولة. فنهاية العلاقات ما هي فكرة سهلة. على فكرة الناس عندهم اضطراب في بداية ونهاية العلاقة كثير من الأحيان. في ناس يبدون علاقة بسهولة، وفي ناس ينهون علاقة بسهولة، وفي ناس العكس. طيب هذه مشكلة عندنا، انه احنا عندنا بعضنا عندنا عدم توازن في بداية ونهاية العلاقة. يعني تشوف طالبة جامعة راحت للدوام اول يوم جامعة، قعدت في كرسي، التفتت، لقيت عندها واحدة، تعرفت عليها وبس كذا بكل بساطة، طق 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 تعرفت عليها. في المقابل في شخص تقول لك أنا أداوم مع هذه المرأة 12 سنة، لا والله ما أعرفها ولا صادقتها ولا أعرفها، لا لسه أحتاج وقت لما أتأكد. ففي ناس عندهم كذا يعني سرعة في العلاقة، وفي ناس عندهم كثير تأخير. وأيضا لما تنتهي العلاقة في أشخاص يحطون بلوك، يقولك خلصنا القصة. لا يا حبيبي، ما خلص القصة. قصة في راسك، القصة في شعورك، القصة في طاقتك. لن تستطيع أن تنهي أي شخص من حياتك بمجرد ما تحط بلوك، لأن الشخص ما ينتهي بالبلوك. الشخص موجود في فكرك، موجود في شعورك، موجود في طاقتك، موجود في تاريخك. فإذا قدرت تخلص كل هذه الأشياء وقتها حط بلوك. ففي ناس تعتقد أنه برضو أن تخلص من العلاقة موضوع سهل وبسيط، خلص القصة. وفي ناس تعتقد الموضوع معقد لدرجة أنه شخص يبغى يتخذ الطلاق، قرار الطلاق، يقعد 10 سنوات يفكر في الموضوع. يعني إيش قاعد تسوي؟ 10 سنوات، 10 سنوات، يعني الدنيا كلها تغيرت 10 سنوات. فمهم ان احنا نعرف طريقتنا، نعرف انفسنا، نعرف وش الخطوات الصحيحة في بداية العلاقة وفي نهاية العلاقة. هذا جاني تعليق جميل من واحدة من الصديقات، تقول انا في بداية الكورس واسمع لي محور حقائق الناس، تقول ثقيل وثري وتفاصيل كثيرة، ومثل ما قالت الدكتور عالم العلاقات بحر وشيء اساسي في الحياة، كنت معطية تجاهل كبير لأنها كانت مشكلة بالنسبة لي التعامل مع الناس بالطريقة صحيحة. وهذا التعليق خلاني أنتبه لفكرة أنه كثير من الناس عندهم يأس من فكرة العلاقات، يأس أنه أوكي أنا خلاص مليت من هالناس، ما فيهم خير، تعبت منهم، كل شيء جربت، وش السحر الجديد اللي بتعطوني إياه؟ ما في جديد، كل شيء جربت، علاقات هذه تعبت منها، خلاص. وبناء عليه يقرر الشخص أنه هو ما يتعرف على أحد أصلاً، ويقاطع كل العالم وما أعرف إيش. وهذه أحد المشكلات اللي ستظل العلاقات تلاحقك. اللي يقرر إنه يقفل أبواب كل العلاقات، ستظل العلاقات تلاحقك حتى تدمرك، حتى تفهم الرسالة. ما تقدر تهرب، خصوصاً إنه كثير من الناس أصلاً رسائلهم في العلاقات. طيب اليوم أبغى أتكلم عن موضوع العلاقات الاحتياطية. فوز الهلال، مبروك للهلال، ما أعرف فاز، متأكدين من الموضوع، مبروك للي فاز.
العلاقات الاحتياطية. أي علاقات بالضبط؟ كل العلاقات. الدورة تتكلم عن كل العلاقات على كل الأصعدة، علاقات عائلية، علاقات عاطفية، علاقات أصدقاء، علاقات زملاء، كلها. طيب خلونا نتكلم شوية عن العلاقات الاحتياطية. هذه سيدة تقول لك أختي تزوجت وأنجبت أطفال، وهي هذه الأخت الكبيرة والأخت الصغيرة، تقول لك أختي اللي أكبر مني تزوجت وأنجبت أطفال وصار لها حادث مأساوي وماتت الله يغفر لها ويرحمها، ودخلوا العائلة في حالة حزن لأنه البنت كانت صغيرة، هذه الزوجة كانت صغيرة، ويعني حسوا أنه حرام الأطفال صغار و فقالوا إيش ليش ما هذه البنت تتزوج هذا الرجل. وراحوا وكلموا زوج بنتهم وقالوا له مش رايك تتزوج بنتنا، مش رايك تتزوج بنتنا. طبعا هي تقول لما جو كلموني أهلي عن الموضوع أني أنا ما تقبلت الموضوع، يعني حسيت أن الموضوع صعب، وهذا الرجال يعني ما حسيت أنه مو مقبول مشاعريا بالنسبة لي، بس ما قدرت أجيب فكرة عقلية وجابه فيها أهلي، ما قدرت أجيب فكرة أقول لأهلي لا ما أبغى أتزوج هذا الرجال. فتقول شعرت أنه إذا أنا ما وافقت أنا راح أخذل أهلي، أنه أنا راح أسيء لأختي اللي في القبر، حرام يمكن تفكر في عيا ولا يمكن تحس ولا يمكن تشعر، وأنه أنا ما كنت أخت جيدة، وأهلي راح يعتبروني أني أنا بنت يعني عاقة، هو يعني تقول حسيت انه لازم اكون بطلة واوافق على هذه الزواجة، وعشان واقول يلا معليش عشان اختي اللي هي ميتة، يعني عشان اختي وعشان عيال اختي وعشان هالاطفال الصغار، هالاطفال المساكين امها كل شوي تجي وتصيح عندها وتقول حرام عيال اختك عيال اختك. المهم انها وافقت وتزوجت في حفلة كأنها مأتم، وراحت البيت الزوجية وقعدت مع هذا الزوج. المهم وبدأ الزواج، تقول بدأت يعني بشعور غريب انه انا جاية كمربية لهؤلاء الاطفال، تقول بس كنت يعني شعور اني مضحية يعني عشانهم، تقول ما شعرت اني زوجة. مع الوقت بدأت تسمع مثل أشياء من مثل لا أختك كانت تسوي كذا، لا أختك، لا إحنا كنا نطلع يوم الجمعة لأنه أختك كانت كذا، لا العيال متعودين على كذا لأنه أختك كذا لأنه أختك. بتقول كأني استلمت خريطة حياتها وبدأت أطبقها زي ما هي. لما قدر الله لها وجابت طفل، وشعرت الآن بالفرق ما بين طفلها والأطفال هذولا، وصار الآن الضغط أكبر وصار التحدي أكبر. ليش؟ إنهم صاروا أهلها وزوجها دائما يذكرونها أوه هذول الأطفال أيتام أوه مساكين أوه، وكأن مطلوب منها إنها هي يعني تعطي قيمة أعلى لأطفال أختها أكثر من طفلها. بدأت تشعر أنه كأنه مطلوب منها أنه هي يعني تخلي طفلها أقل وعيال أختها هم أهم، تعطيهم الأولوية وتعطيهم الوقت وتعطيهم الاهتمام، وإذا دخل زوجها وشافها مهتمة بطفلها لا هذولا ليش أنت مقصرة أنت. احتاجت وقت لما أنها تنتبه لما أنها تصحى، وبعدها طلبت الطلاق وطلقت. وتقول أنا كنت في علاقة احتياطية، أنا كنت يعني كأني كرت احتياطي تم استخدامي من قبل أهلي ومن قبل هذا الرجل ويمكن بشكل معين من قبل هؤلاء الأطفال. هذا الشعور شعور مؤلم، بس وين النقطة؟ أنه أغلب الناس اللي يكونون في علاقة احتياطية في الغالب
ما يعرفون أو ما يبغون يعرفوا، ما يبغون يعرفون. يعني هذه البنت لو جالها أحد قبل الزواج وقال لها يا بنت الحلال لا توافقين، نصيحة لا توافقين، ترى أنت يعني ورقة احتياطية، ترى أنت يعني قاعدة تأدين دور أختك، ترى أنت مو أنت، هذا مو مكانك. كانت تقول لا حرام لا أيتام وكذا. نفس الشيء لما أنت تكون في علاقة احتياطية في الغالب راح تتجاهل وراح تنكر، وأي أحد يجي يقول لك ترى ترى فلان مو معتبرك شيء، ترى أنت بس مجرد ورقة احتياطية، يقول لها لا 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 مو صحيح، لا 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 مو صحيح مو صحيح، بالعكس أنا 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 جدا مهم. يعني مثلا هذه واحدة تعرفت على على رجل متزوج، أوكي عنده زوجته وعنده أطفاله، يسافر معاهم يوديهم يجيبهم، وهي الورقة الاحتياطية طبعا لما يكون معاها يعني يعطيها يمكن شنطة الشانيل وينبسط معاها وكذا، تحس انها مرة مهمة. بس طبعا لما تجي احداث حقيقية ومهمة في الحياة، هو عند زوجته، مشغول في زوجته ومشغول في عياله، والاهتمام والمال والوقت والجهد كل لهم. فلو واحد يجي يقول لها ترى انت علاقة احتياطية، تقولك لا لا يحبني. ليش؟ لانها ما تبغى تشوف هذا الشيء، ما تبغى تنتبه لهذه الفكرة، ما تبغى تنتبه لهذه النقطة، ما تبغى تشوف، ما تبغى تعرف انه هي اقل اهمية، ما تبغى. ولو شعرت بهذا الشعور راح تعتبر ان الموضوع كان حرب وقتال اكبر، يلا شلون ادمر هذه العائلة، وشلون ادمر هذه الاسرة، وشلون ادمر هذه الزوجة عشان انا اكسب هذا الرجل. مرات انت تكون في علاقة احتياطية، خلنا نقول بشكل لاواعي، بشكل لاواعي حتى من الطرف الاخر. يعني مثلا هذه أم عندها بناتها، في واحدة هي المهمة جدا وهي المقربة وهي اللي أهم شيء في البيت، هي اللي تعرف كل أخبار العائلة وهي اللي تتشاور في كل شيء، وبقية بناتها مش مهمات. المهم هذه البنت سافرت، قدر الله عليها وسافرت، فهي الأم الآن بشكل لاواعي قامت وتواصلت مع واحدة من بناتها وقالت لها والله بقول لك عشان بما انه فلانة ما هي موجودة بما انه فلانة ما هي موجودة فانت السبير، يعني انت الاحتياط الان اللي موجودة، فابغى منك كذا، او ايش رايك في كذا او كذا، يعني تعطي الاشياء اللي كانت معطيتها، الطاقة اللي كانت معطيتها لبنتها هذيك الان حولتها لبنت اخرى من باب انه اختك مسافرة وما هي موجودة، ويعني قاعدة أدور أحد يلعب هذا الدور. تقول لك هذه شكلها أمي. كثير ناس يسوونها بدون وعي، وحتى ممكن يقول تقولها، ممكن تقول لك بما أنه فلانة مسافرة فقلت أجي وأقول لك، أو أجي وأشاورك، أو أجي وأطلب منك، أو أجي وكذا. فيصير أحيانا الطرف الآخر أيضا في حالة لا وعي لهذا السلوك، ما يدري انه هو قاعد يتصرف هذا السلوك مع شخص، ويعلمه انه هو شخص غير مهم، ما ينتبه انه هو يعلمه انه هو شخص يعني احتياطي. مرات تكون العلاقات الاحتياطية شكل من اشكال حالة الضمان اللي تصير عند الطرف الاخر. يعني خلني أقول لك مثلا رجل عنده زوجة وعنده أصدقاء، إذا أصدقاء بيطلعون يطلع معاهم، إذا مو طالعين أوكي نشوف الزوجة وش تبغى، إذا أصدقاء بيسافرون بيسافر معاهم، إذا مو مسافرين أوكي نشوف الزوجة وش تبغى. بمعنى أنه الأساس خطة الأصدقاء، هذا الأساس. لكن إذا الأصدقاء ما عندهم خطة أوكي نرجع نشوف أنت وش خطتك،
وش الخطة اللي انت تبغينها، تبغين تسافر؟ اذا اصدقائي ما سافروا في الصيف اوكي نناقش السفرة. اذا اصدقائي ما سافروا في الصيف اوكي نناقش السفرة. وهذا يدل بالنسبة لنا انه هذا الرجل عنده ضمان، عنده ضمان انه هذا الزوجة تنتظره، ما راح تسافر، ما عندها حد غيره بتسافر معاه. تالي هي قاعدة تنتظر تنتظر تنتظر، بيسافرون الأصدقاء ولا ما راح يسافرون، بتصير القصة الفلانية ولا ما راح تصير. أوكي صارت، واو الحمد لله ما صارت، يا أوكي حان وقتي أنا الكرت الاحتياطي. وهنا أشعر أنه جزء من المسؤولية مش بس على الطرف الأول اللي هو الزوج، أيضا على الطرف الثاني، إن هي يعني قاعدة تنتظر وهي عارفة هذا الشيء. ليش؟ إنه لما شعر هذا الزوج إنها هي مضمونة، بس الشباب مو مضمونين، الشباب ممكن يكون موجودين ممكن ما يكونوا موجودين، فهم أهم. فالمفترض الزوجة إنها أيضا تكون تأدي نفس دور الشباب، إنها بعد هي طيب ما تكون مضمونة، تقول والله شوف احتمال أسافر مع خواتي، احتمال أسافر مع أهلي، احتمال أسافر مع أصدقائي، احتمال أسافر معك، ما أدري في احتمالات، احتمال ما أسافر، احتمال أقرر إني أقعد البيت وأنت تأخذ الأطفال وتروح، باخذ يعني كذا أبغى إجازة لي لنفسي. لكن في الغالب الشخص اللي يقبل بالدور الاحتياطي من الصعب عليه أن يصحح، لأنه هو قبل في الغالب، لأنه هو ما عنده الجرأة أن يحط لنفسه أهمية عند الطرف الآخر. بس وين المهم؟ المهم إن إحنا نعرف، المهم إنه إحنا نعرف إحنا وين، هل إحنا في علاقة متكافئة معتبرين علاقة مهمة، ولا إحنا في علاقة احتياطية؟ هل الشخص اللي قدامي معتبرني شخص مهم، ولا أنا كرت احتياطي متى ما صار ما في كروت، أوه أوكي أوه موجود هذا الكرت، أوه أوكي فلانة موجودة نستخدمها. زي اللي تقول لك واحد يقول لك بطلع اتعشى اليوم، اتعشى مع مين؟ اتعشى مع فلان ولا مع فلان؟ خلينا نكلم فلان وفلان وفلان وفلان، واذا اذا اذا كلش بكلم خوي فلان. سين من الناس، هذا السين في اخر القائمه، اذا كلم كل القائمه كلهم مشغولين كلهم مشغولين، اوكي شك والله نكلم سين نطلع نتعشى معه. شك والله انتبه لا تكون سين. هذه هي رسالة بثنا اليوم، انتبه لا تكون سين، انتبه لا تكون سين، انتبه لا تكون آخر القائمة في هذه العلاقة، في ذيل القائمة. وإذا كنت ذيل القائمة يعني يستحسن أنك تترجل، يستحسن أنك أنت تعيد ترتيبها، يعني معناها هذه العلاقة فيها مشكلة، معناها الوضع مش طبيعي، معناها أنت يعني يغلب الخسارات، تغلب في هذه العلاقة، أنت طرف خسران في هذه العلاقة. ممكن أنت بشكل لا واعي تضع شخص في 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 دكة الاحتياط، ممكن أنت بشكل لا واعي تضع شخص في دكة الاحتياط. وأقول لك هذا سلوك غير جيد، غير جيد أنك تحط شخص في دكة الاحتياط، لأنه طاقة مهدرة، يا أما حط شخص مهم يا أما شخص برا، أما كذا يعني دكة احتياط هذه يعني طاقة مهدرة. طيب بما أني وعدتكم أسبوعي راح نبغى ناخذ اتصالات، خلوني أبغى أجرب، نبغى أسئلتنا عن العلاقات، خلونا نركز على أسئلة العلاقات بليز، ونبغى ناخذ اتصال، أبغى أشوف، ما أعرف إذا الإنترنت يضبط أو لا، بس خلونا نجرب، إذا ما ضبط نرجع نأخذ أسئلة من الكروت اللي عندنا تحت. مين عنده سؤال في العلاقات يا جماعة؟ سؤال في العلاقات، وش بيأثر فيني إذا في حياتي وحدة سين؟ بيأثر فيك إنك أنت ما فهمتي رسالتها، إنها جاية تقول لك شيء ما لقطتي الموضوع، انه في اهميه لها انت ما عرفتي اهميتها، انه في طاقه مهدره، هذه الفكره.
هل الزوجة الثانية كرت احتياطي؟ يعني إذا قلنا لا بتزعل الزوجة الأولى، إذا قلنا إيه بتزعل الزوجة الثانية. أعتقد يعتمد يمكن على حسب الزوج، مين حاطها رقم واحد، مين حاطها رقم اثنين. مين عنده سؤال؟ مين يبغى يدخل معانا؟ فرح؟ فرح؟ أيوة أهلين حبيبتي، شرفتيني، أهلا وسهلا. أنا متفاجأة صراحة إنه قبلتيني، مرة ماني عاملة احتياطي أبداً. أوكي، لكن قلتي أنا عندي سؤال؟ إي بس عارفة اللي أيه؟ صدفة دخلت البث ولقيت الموضوع، وأنا حاليا من جد عندي حالة أرق يعني من الموضوع هذا، فكأنها رسالة، كأنه البث اليوم رسالة يعني. أوكي ممتاز. طيب باختصار، لا إله إلا الله، أنا منفصلة لي فترة طويلة يعني تقريبا 7 سنين، عندي أولاد، عندي 4 أولاد، طليقي تقريبا كل فترة بيحاول إنه نرجع لبعض. طبعا أنا مريت بمراحل كثيرة وطورت نفسي، طورت حياتي، طورت نفسي على جميع الأصعدة، مادية، معنوية، نفسية، فتغيرت يعني، تغيرت عن الإنسان اللي هو يعرفها، لكن ما أتوقع إنه فاهم الصورة مظبوط، يعني هو متوقع إنه أنا لسه نفس القديمة اللي زمان الضعيفة. تمام، طورت نفسي على مستوى الشغل، أولادي صاروا معايا يعني مستقلة بحياتي وبيتي ومرتاح الحمد لله. السؤال إنه حاليا في خطوة جديدة على أساس يعني ننقل ونعيش في نفس البيت لكن من غير زواج. أنا هذه الخطوة مسببت لي توتر شوية، يعني هو يقول البيت لك والأولادك فقط سواء رجعنا أو ما رجعنا، لكن هو بيحاول إنه يرجعني. البيت لك قصده بيكتبه باسمك؟ لا مو باسمي، بيكتبه باسم الأولاد؟ ممكن، لكن مسألة الرجوع مسببت لي توتر شديد. يعني هو صار أكيد في ردات فعل وفي أزمات صارت كثيرة وفي تعب نفسي شديد، يعني أنا أكلمك على الموضوع وأنا أحس إني أرجف. هي سامعتك حبيبتي. فعندي يعني توتر من موضوع الرجعة، وخوف يمكن من إنه نفس المشاكل تصير. في يعني اختلاف فكري، في طريقة تفكير عندي مختلفة عنه، في يعني مبادئه مختلفة عن مبادئي، في أشياء مشتركة ما أكذب عليكي، وحبنا للأولاد كبير أنا وهو، أنا ما أنكر هذا الشيء، وحرصنا على أنهم يعيشوا في مكان أو بيئة صحية، هذا شيء برضو ضروري لي وله، يعني ما حد فينا يعني مقصر في هذا الشيء أو حاس أنه المهم، يعني حاسة بتردد كبير كبير جدا، خايفة أنه الماضي ينعاد، خايفة أنه المواقف القديمة تنعاد، في مبادئ كثيرة أنا ماني مقتنعة فيها هو يبغاها وأنا حاسة أنهم ممكن تسبب لي مشاكل، خايفة على شغلي، أنا ناجحة الآن في شغلي ومتميزة الحمد لله، يعني قطعت أشواط كبيرة جدا في تطوير نفسي، طبعا ليكي فضل كبير ما أنكر هذا الشيء، دورات اللي حضرتها معاكي وكنتي أنت بداية الخروج من الظلام يعني. يا حبيبة قلبي فرح، حبيبة خليني أسألك، يعني أنت تقولين أنه أنتم ترجعون لنفس البيت مع بعض بس أنتم مو أزواج صح؟ لا مو أنا عايشة معاه في نفس البيت، أنا قصدي أنه هو راح يوفر بيت للأولاد. أوكي. بحيث أنا والأولاد نعيش فيه بس بدون يعني زواج.
أنا أقصد بيته، يعني بيت يكون يعني يلمنا وأكبر طب هو وأفضل. عايش يعني متزوج ولا لا؟ هذه واحدة من المشاكل، إنه متزوج لكن هو يقول إنه هي حاليا، يعني تعرفي أعذار الأزواج، يعني إنه لا وما تعني لي شيء وهي هذه الأشياء اللي أنا ما أقتنع فيها أصلا. هو وأنا متزوج. إيه متزوج، طب هو ليش يقول لك ان زوجته ما تعني شيء؟ بدري عنه هو كذا. يعني هذه بحد ذاتها أنا بالنسبة لي مشكلة. وهل أنا حكون غلطانة لو مثلا، يعني هذا السؤال اللي دائما يخوفني، هل أنا حكون مثلا مقصرة إني أنا ما قدرت أوفر البيئة أو العائلة المتكاملة من الأم والأب لأولادي؟ وهل هم أصلا حيكونوا سعيدين في هذه العيلة؟ ولا كذا أفضل؟ طيب الآن السؤال الآن يا فرح، الآن مين اللي عرض الفكرة هذه أصلا؟ هو مين اللي هو اقترح الفكرة؟ قال أنا بحط لك بيت أنت وعيالك. إيه صح. طيب إيش دخل سالفة الزواج؟ إيش دخل سالفة إني خايفة؟ رجال هو بيحط لأنه مكانه. عرض للمرة المليون إن نرجع لبعض مرة ثانية. وأنت قلتي لا. أنا قلت ما، يعني موضوع الزواج ما أفكر فيه أصلاً. قلتي أنا ما أفكر في موضوع الزواج. إيه ما قلتي لا وأبدا ونهائيا مخلص الموضوع وبالشمع الأحمر، ما قلتي. قلتها كثير، وش قال؟ بس هالمرة ما أدري ليش حسيت نفسي ضعيفة. ضعفتي ليش؟ عشان يمكن صارت شوي مشاكل مع الأولاد، يعني تعرفي المشاكل، عندي بنت مراهقة كبيرة، صارت شوية مشاكل وعرفوا أهلها وهالشي يمكن أضعفني شوي وخلاني يمكن قدامه، أو حسيت إنه يمكن فعلا الأولاد محتاجين أب يكون معاهم. تحسين انك ما تقدرين تربين بنتك؟ أقدر وإن كنت أخطئ أحيانا، لكني أقدر. تحسين ابوها اقدر في التربية منك؟ هو أشد مني، أنا أعطي مساحة من الحرية أكثر. ما أعرف، حضرتي مترددة. كورسات وقرأتي كتب في التربية؟ حضرت كورسات، أيوه حسيتي تغير شيء؟ أكيد أكيد. أنا ألاحظ فرق كبير في تعاملي مع أولادي وفي احتوائي لهم وفي أصلا حتى نفسياتهم، يعني معايا فرق كبير عن إنهم زمان يمكن كانوا عند أبوهم وكانوا يزوروني كل فترة، لكن حاليا صاروا عندي بس يعني طول الوقت، ونفسياتهم تحسنت، سلوكياتهم، تربيتهم، يعني أفكارهم تغيرت كثير بنسبة يعني كبيرة جدا. هل طليقك ينتقدك على تربيتك؟ إيه ينتقدني في بعض الأمور، وش هو يعني كيف تفاصيل؟ الأمور الدينية مثلا، يعني الحجاب وما الحجاب، أشياء كذا، يعني هو من هذا النوع. وأنا ما يعني عندي اعتقادات وإيمان مختلف تماما عن اللي هو يمكن يفكر فيه، فعشان كذا في شوية تناقضات يعني كبيرة، يمكن نقدر نقول ممكن توصل لاختلافات كبيرة يعني. مين هو طلق ولا انت طلبتي الطلاق؟ أنا طلبته بعدين هو نفذ بعد خلاف كبير يعني. بس انت اللي طلبتي. نعم. طيب خليني ابغى اسالك شويه، هل تقدرين تخمنين الطرق التربويه لطليقك في المواقف؟ هل أقدر، عفوا؟ هل تقدرين تخمنين الطرق التربوية لطليقك في المواقف؟ يعني لما تصير مع موقف مع بنتك تقدرين تقولين لو أبوها في هذا الموقف كيف يتصرف؟ تعرفين الجواب؟ أي أعرف، تعرفين. أي
وانتي راضيه عن الاشياء اللي ممكن تصير لعيالك لو راحوا لابوهم او صار هو مسؤول عنهم. لا مش دائما، لا مش كل المواقف. تعتبرين اب غير جيد؟ ما اقدر اقول انه غير جيد، لانه انا مؤمن انه هو صادق في حبه لهم وفي حرصه عليهم، لكن طريقه تعبيره يمكن مختلفه عن طريقتي. هو يعتبرك ام جيده؟ ما يقول اني ماني جيده، بس هو يختلف معايا في، يقول لي انتي قدوه، لازم توريهم مثلا انه انتي مثلا تتحجبي وتغطي وتنقبي وتسوي، وانا رافضه هذا المبدا. فهو مثلا يشوف انه انت السبب انك خليتي مثل البنات يطلعوا بهالمنظر او بهالشكل او الى اخره يعني، وايل انه هم بالمقابل يعني هم مثلا محترمين مؤدبين، ما عندهم سلوكيات مثلا غير صحيحة، عدم مثلا لبسهم للغطاء او غيرها ما يعني انه هم مثلا بنات سيئات، بس هو عنده هذا المبدأ، مبدأ مثلا ممنوع مثلا الخروج، زيارة الأصحاب والصحبات، اللعب زي ما بقية الأطفال مثلا بيلعبوا البلاي ستيشن أو غيرها فرح، ليش يعني. في تزوجتي 7 سنوات؟ ليش ما تزوجتي يعني صار لك 7 سنوات؟ ما أبغى، عندي أهداف ثانية في حياتي، في نفسي يعني. أنا ما أشوف إنه الزواج هو كل شيء في الدنيا، في خيارات كثيرة ممكن أنا أعيش حياتي بسعادة بدون زواج، مش ضروري يعني. خلاص جربنا وعندنا أولاد، no need for more يعني. عندك بيت؟ عندي بيت بس أجار يعني، بس مرتاحة يعني. تكين بيت قريبا؟ عندي خطة إن شاء الله. لو كان عندك بيت ملك، هل طرحتي الفكرة للنقاش؟ ممكن لأنه الهدف مش المكان، المكان أنا ما عندي مشكلة فيه، مسألة إنه أنا أعيش وأوفر سبل المعيشة يعني، ما هي هذيك الأزمة بالنسبة لي. لكن هي يمكن الأولاد هم بالنسبة لي الأزمة، الأزمة اللي هي خايفة عليهم، خايفة إني أظلمهم أو إني ما إن يوم من الأيام يعني يحسوا إنه هم كان يقدروا يعيشوا حياة طبيعية مثلا زيهم زي بقية الناس، بس أنا ما وفرت هالشيء يعني. تساؤلات كثيرة. طيب يا فرح، في أي شيء تبغين تقولينه زيادة؟ يعطيك العافية جربتيني. ما قصرتي. يا شكرا، حبيبتي الله يحفظك، باي باي. حياك. طيب يا جماعة، حبيبتي فرح مطلقة من 7 سنوات وعندها 4 أولاد، وطليقها حاول يرجعها وكانت ترفض وبشدة، لكن تحس انها المرة استسلمت بطريقة انه هو بيحط بيت لأولاده وهي بتروح معاهم، تكون معاهم، وتقول انها خلال فترة راح تطورت نفسها وتغيرت، هو مو فاهم انها تغيرت، والآن عندها توتر من هذه الرجعة. يعني سمعتوا كيف زوجها يتكلم عن زوجته الحالية. والله الموضوع كبير مرة يا فرح، ما أعرف شو ألحق عليه. كثير كثير أشياء نبغى نتكلم فيها، كثير أشياء نبغى نتكلم فيها. ما عجبني كلش كلش كلش، ما عجبني يعني رجال يكلم طليقته ويقول زوجتي هذه اصلا يعني ما هي مهمه وكذا، يعني ما انا ما احبها وما اعرف ايه يعني. وفرح ارجوك ارجوك
سامحيني إذا كنت قاسي عليك، المرة الجاية لو يقول كذا عن زوجته أرجوك يا تشخطين فيه يا تكرين السماعة. إذا كان يقول كذا عن زوجته فهو يقول يعني أفظع عن طليقته، هو يعني شخص يعني عديم المروءة، عديم المروءة إنه يتكلم عن زوجته بهذه الطريقة عن طليقته. فأنت لا تعززين هذا السلوك، لأنه إحنا نتعامل مع الكون، لا تنسون إحنا ما نتعامل مع الأفراد. وأرجوك من الداخل لا تفرحين، أنا أعرف إنه قد يكون يعني شعورك الداخلي إنه في امرأة أخذت مكان، يعني تعرفين الطفلة اللي جواتك قد تحس إنه ما أحبها زيي أو أنا أهم أو كذا. أرجوك تحرري من هذا الشعور، أنت مو محتاجة لهذا الكلام عشان تثبتين إنك مهمة، مو محتاجة لهذا المكان عشان على الكلام عشان تثبتين إنك مهمة. أو شيء أبدأ من كلامك لما قلتي، أنا تفاجأت إنه أنا كتبت وبعدين أنا أخذت تعليقك، قلتي عندي سؤال ضروري أرجوك، حسيت إنه يعني كتابتك كانت ملفتة بالنسبة لي وأخذت اتصالك، وأنتي تقولين أنا تفاجأت لأنه أنا كتبت بس ما توقعت. خلوني يا جماعة، إحنا في 2020 يعني ما في وقت إن إحنا نسوي أشياء مو متأكدين منها أو نقول أشياء ما نعتقدها ونعتقد أشياء ما نقولها. الحالة هذه يعني هذا لنا كلنا بما فيهم أنا، إحنا نحتاج إن لما نقول شيء نعتقده، ما نمثل على أنفسنا تمثيلية، ولما نطلب شيء نكون مستعدين لهذا الطلب لأنه ممكن يصير، ممكن جدا يصير. طبعا فرح، أنا كثير كثير تأثرت على موضوع النفس، النفس كان كثير متلخبط. أنصحك إنه أنت تضبطين نفسك في الفترة الحالية، مهم عشان تعرفين تتخذين قرار جيد. يعني إذا ما حضرتي عندي كورس التنفس، على الأقل روح اليوتيوب اكتبي فيه، الآن حتى ممكن تلقين أبس يساعدك على ضبط النفس، في بعض الآبات جدا ممتازة وجربتها، بس تتابع معاك كيف تاخذين الشهيق والزفير، عشان بس لأنه إذا انضبط النفس انضبطت الأفكار، عشان أنت تقدرين تاخذين قرار صحيح وسليم، أو خلنا نقول مناسب بالنسبة لك، خلنا نبعد عن سالفة صحيح وخطأ. طبعا كونك أنت طلبتي الطلاق برضو بالنسبة لي، غالبا الرجل شعر بأنه انكسر وأنه هو الآن يبغى يثبت شيء، فإنك تعودين لعش الزوجية بالنسبة له هذا يعني رجولة، لأنه هو انكسر قبل، فأكيد راح يحاول أنه يعدل هذا الموضوع. تدرين وش الغريب يا فرح؟ تدرين وش الغريب؟ شيء غريب جدا، الغريب إنه أنتم تتناقشون على بيت للأولاد وأنت تكوني موجودة، طيب؟ لكن أنت تتكلمين عن موضوع رجعة، ما أعرف إذا انتبهتي لهذا الشيء ولا لا. يعني أنت تقولين الاتفاق حقنا إنه هو بيحط بيت للأولاد، الأولادة طبيعي، وانت بتروحين كونك امهم، شيء طبيعي، لا دخل الرجال ولا الزوج ولا اوكي، بس انت قاعده تتكلمين عن موضوع اخاف ترجع المشاكل. طب انت مو زوجة هذا الرجال، ترجع المشاكل ليش؟ خايفه على شغلي، شو خايفه على؟ انت تقولين انه هو بيحط بيت لعياله، صح ولا لا؟ بيت العيال وانت تقعدين مع عيالك، ما لا دخل بيك، ما في عقد مشترك، صح ولا لا؟ تطلعين تدخلين تتفسخين تلبسين كل شيء، يعني هو مش موجود، مش في عقد معاك. سو واضح انه في ربكة من الداخل، واضح انه انت يعني خايفه الماضي ينعاد، خايفه ترجع مشاكل، خايفه على شغلك. ايش دخل شغلك في الموضوع؟ رجال بحط بيت لاولاده، ايش دخل شغلك في الموضوع؟ ذلك واضح انه انت
تعرفين انه الحدود الفكرية عندك انهارت ما بين صورة الزوجة وصورة الأم، اوريدي انهارت. فبالتالي من المتوقع انه الحدود المشاعرية ما بين الأم والزوجة على وشك أن تنهار. فهمتي شو اللي صاير؟ يعني أنت تتكلمين عن فكرة بس أنت تناقشين مشاعر فكرة ثانية. أنت تناقشين مشاعر عودتك كزوجة. خايفة على شغلي، خايفة، هو ما يدري إني تغيرت، أنا صرت قوية، أنا مختلفة، هو كنت ضعيفة، ما يعرف إني تغير. أوكي. هاي كلها مشاعر كأنه عقد زواج من جديد، بينما الفكرة ما هي فكرة زواج. هذا يخليني كثير مرتبكة باللخبطة اللي جواتك، بأنه أنت مو قاعدة تشوفين الأمور بطريقة صحيحة، ولا وبناء علي أنت مو قاعدة تعبرين عن الموضوع معاه بطريقة صحيحة. يعني ما أستبعد الآن أنه هو متوقع أنك ترجعين بعدين، يعني يومين ثلاثة كذا تسوي لكم عقد وترجعون. ما استبعد، ليه؟ لأنه حتى ما أعرف، حتى اللي قاعدين وحاضرين معانا ما حسيت إن الموضوع كأنه شيء دخل في شيء كذا، كنا إحنا نناقش موضوع الأولاد بس دخلنا في موضوع ثاني كذا، وهي خايفة على شغلها وخايفة. فالطاقة هذه وصلتنا يا فرح. طاقة ما إنه ما في حدود فكرية بين الموضوعين. يعني خلينا نقول لك مثال، كان المفروض مثلا لو كلمتني واحده قالت يا دكتوره انا طليقي قال كذا 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 واني انا ابغى ارجع عشان عيالي، وهو يقعد يجي يزورهم كأب، وانا ام وانا ما يدخل فيه، انا يعني ماني زوج وما يدخل فيه، شو المشكله؟ ما في مشكله، واضح الامور، اي مشكله. بس احنا دخلنا قصتين مع بعض، دخلنا انه يحط بيت لعيالي بس انا خايفه على شغلي، خايفه على مدري ايه، خايفه على. فنحن نشعر، كل شخص سمع القصه نشعر انه الفكره عندك منهاره، الفكره مي واضحه. انت المفروض هذه الفكره تكتبينها بوضوح كذا، تحطين ترسمين البيت وتقولين ام لاولادي في هذا البيت، فكره واضحه قويه مركزه، تتكلمين مع هذا الرجل كأنك تتكلمين تفاوضين على مستوى أم تتحدث عن أطفالها، مو على مستوى زوجة تسمع وش يقول الرجال عن امرأة ثانية. حددي أنت وين قاعدة، حددي أنت قاعدة موقع تبحثين عن شخص يحبك ويسيء للسيدات الأخريات لأجلك، ولا أنت أم أنت الآن ما تبحثين عن حب ولا تبحثين عن عواطف ومشاعر من هذا الرجل. فأنت أربكتي الفكرة فبالتالي ارتبكت مشاعرك. فأنت الآن عندك الخيار، إما أنك تقولين والله أنا أبغى أرجع لهذا الرجال، يبدو عندي مشاعر تجاه هذا الرجل، وخلني أفكر في العودة لهذا الرجل، يمكن أقدر الآن أعيد صياغة الأمر بما أني أصبحت أقوى، يمكن أقدر الآن أعيد صياغة الأمر بما أنه هو صار عنده زوجة ثانية، ويمكن على قولتهم جرب الحريم وعرف أن النساء ما هم سهلات، وأن الزواج ما هو سهل، وأن العلاقات ما هي سهلة. فأوكي، وما زلت أبغى أجرب مرة ثانية، أبغى أعطيه فرصة مرة ثانية. أوكي، فاين، بقولك ماشي يا فرح، بما أنه أنت تشعرين أنه لسه في مشاعر، وبما أنه تشعرين أنه هذا الرجل يعني ممكن يتغير، او ممكن تغير، مو يتغير، ما راح تغيرين انت، بس اقصد انه هو تزوج وصارت له ظروف وطلقت وكذا وكذا، وممكن اخذ درس مثلا، فتقول اوكي ابغى ارجع واكون زوجه وام وكذا وكذا، او انك تقول لا والله الفكره واضحه تماما، انا ام لاولادي، الموضوع في نقاش، انتهت القصه، اولادي يستطيعون انهم يعيشون بشكل جيد في ابوهم في امهم، خلصت القصه. أصلاً على فكرة حتى الآن لو رجعتي كزوجة يوم بيجيكم يوم بيروح عندها، لا تصدقين الكلام، ما يحبها ما أدري إيش، ما يوم بيجي عندكم ويوم بيروح لزوجته، إذا بعد ما كان عندها أطفال لها نفس الأهمية، إذا أنت رجعتي وأصبحتي زوجة، إذا ما كان في ثالثة في الطريق.
فبيكون هذا الأب اللي أنت الآن ترجعين عشان العيال بيكون يوم عندهم يوم عند إخوانهم، فهو برضه في مفقود، ما تقدرين تتلزقين الموضوع زي أول 100%، يعني برضه يوم بيروح عند الزوجة الثانية يوم عندكم، فبالتالي هو مو أب فول تايم جوب، لا انتهت القصة هذه، إذا كنت تنتظرينها انتهت، ما راح يصير موجود طول الوقت. فأنت اللي الأم أنت اللي راح تكونين مسؤولة طوال الوقت عن هذه القصة. فأرجوك يا فرح، أرجوك أرجوك امسكي ورقة وقلم واكتبي ماذا تريدين، إيش تبغين بالضبط. إحنا أنا ما عندي مشكلة ترى، حتى لو بترجعين كزوجة ما عندي مشكلة، أنا دائما أقول دائما في يوتيل كل القرارات، ما في قرار مقدس، عادي نقرر نهون نعطي فرصة وكذا، لما تصلين المرحلة انك تقولين لا والف ولا، ولو جو كل المستشارين قالوا لي ارجع لهذا الرجل والله ما ارجع، شفتي هذا الشعور؟ شفتي لما تصل المرأة لهذا الشعور؟ تقول يا عالم لو كل المستشارين لو 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 الكرة الأرضية كلهم قالوا لي ارجع لهذا الرجال والله ما ارجع على جثتي، هذه امرأة جاهزة خلاص، ما تحتاج مبررات، ما تحتاج. فيمكن انت تبغين ترجعين، يمكن تبغين تعطين فرصه هذا الرجل، يمكن تبغين تعيشين شعور معين ما قدرتي تعيشينه. اذا كان سالتك ليش ما تزوجتي، ليش ما تزوجتي، يعني ما ابغى تقولين والله الزواج مو مهم وفي خيارات ثانيه في الحياه، بينما انت تحنين لفكره الزواج. لا ابغى الافكار تكون واضحه، تبغين تتزوجين ولا ما تبغين تتزوجين، يس هذا الرجال ولا رجال ثاني، خيارات كلها متاحه، لا تخادعين نفسك. تبغين تصيرين زوجة هذا الرجل ولا ما تبغين تصيرين، تبغين تعطينا فرصة هاي ولا ما تبغين تعطينا فرصة، تبغين تكونين أم فقط أم. على فكرة حتى هو حاس بالموضوع، هو حاس بكل الخلطة هذه اللي احنا قاعدين ندور عليها، هو حاس، هو معانا، هو ما عاد يدري انت بترجعين زوجة بترجعين ولا أم مشكوك فيها زوجة، هو معانا لو درجة انه يتكلم عن زوجته، هذا أكبر دليل بالنسبة لي انه هو داخل في الموضوع. هل هو أثر عليك؟ هل عنده الطاقة الكافية إنه هو يعني لعب لوحة التحكم وأثر عليك؟ يمكن، لكن كل إنسان مسؤول أعتقد عن أفكاره، مسؤول عن تصرفاته، فأنتي محتاجة إنك تمسكين ورقة وقلم توضحين لنا هذه الأمور، تبغين تزوجين ولا ما تبغين تزوجين؟ لا تجاملين أحد، تبغين تزوجين، ما تبغين لا تزوجين، تبغين هذا الرجل، تبغين ترجعين، تبغين تعطينا فرصة ثانية تجربين مرة ثانية؟ ما في مانع، تبغين سويها، ما تبغين انتهت القصة. تبغين تكونين أم فقط لأولادك خلاص انتهت قصة. هل تبغين تكونين أم في بيته ولا في بيتك؟ مع لا تنسي مع قصة إنه في بيته ما راح يكون موجود إلا يوم يوم إيه يوم لا، لا تنسين هذه القصة، هذه لازم تحسمينها، القضايا الفكرية هذه لازم تمسكين ورقة وقلم وتحسمينها. قصة إنه عيالي ما راح يعيشون بشكل طبيعي لأنه أبوهم مو موجود، أرجوك انك تشيلين هذا الموضوع من راسك، ارجوك ارجوك انك تشيلين هذا الموضوع من راسك. انت تعيشين مشكله تأنيب، انت تعيشين مشكله تأنيب يا فرح. اذا ما كنتي حضرتي كورس التأنيب ارجوك خذي الكورس هذا، وانت يوم من الايام كنتي تأنبين نفسك لأنك زوجة مو جيدة بالنسبة له، الآن أنتي تأنبين نفسك أنك أم مو جيدة بالنسبة له. ستوب 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 فرح، أنتي كنتي زوجة جيدة وما زلتي أم جيدة، كنتي وما زلتي أم جيدة، كونك مجرد أنك تفكرين أنه أرجع للبيت عشان أطفال هذا يدل أن أنت يعني حاطة أطفالك في الحسبة، وإن كانت حسبة غلط عمر الحسبة هذه ما كانت صح، لكن يدل بالنسبة لي أنك أم تفكرين بأولادك، لأنك يعني حاطتهم موجودين في الطاولة عندك مو مرميين. شفتي كيف الأمهات المستهترات؟ ما شفتي كيف الأمهات المستهترات؟ فمهم جدا أنك تعرفين أنك أم جيدة، هذا شيء مهم. وإذا في أحد حولك قاعد يشكك إنك أم غير جيدة، أرجوك 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 إنك أنتي تاخذين كورس التأنيب أو تبحثين عن أي مدرب يساعدك في هذا الموضوع، تتخلصين من التأنيب اللي بداخلك، إنه عندك تأنيب على نفسك إنك أنتي مش جيدة بالقدر الكافي، مش
ما انتي رقم 10 او ما انتي 5 نجوم، وانه انا ما اقدر اكون 5 نجوم فخليني اخذهم عند ابوهم لان ابوهم هو 5 نجوم. بس انا مو مقتنعه ببعض افكاره، بس لا هو ممكن يكون احسن مني في التربيه، او على الاقل يعني لما بكره يصير ما يصير ما اصير انا اتحمل الذنب الحالي. مو انتي ماكله نفسك في الذنب اوريدي يا فرح، انتي الان تؤنبين نفسك، يعني تنتظرين بعد 10 سنين عشان تنتظرين الناس يلومونك عشان تلومين نفسك اكثر. فكون انه انت تتخذين قرار بناء على شعور التانيب هذا مش جيد، مو فكره جيده انه انا اتخذ قرار بناء او لا يكبرون عيالي بعدين يصير شيء بعدين انا اتانب بعدين يصير على عقل على راسه. طيب هو ليش ما فكر نفس الشيء؟ ليش ما فكر نفس، ليش ما قال والله يعني هو عنده شريحه فيها الطرق المضمونه للتربيه؟ صحيح جاوبيني يا فرح. يعني انا متاكده سالتك حضرت كورسات تربيه قلتيها، انا متاكده ان هو ما حضر. متاكده انه ما قرا ولا كتاب في التربيه. متاكده انك على الاقل وين كنتي تعتقدين انك ام غير جيده، متاكده انك احسن منه، متأكدة. لكن ستيل عندك شعور انه هذا الأب يمكن عنده شريحة، يمكن عنده وحي، يمكن عنده يعني حكمة سرية من جدته ولا من أمه، طريقة التربية يعني شو بيعرف التربية صح؟ شو بس لأنه يؤمن بفكرة معينة يعني خلاص هو مربي صحيح؟ مو صحيح. يا ما شفنا أنت خايفة على بنتك المراهقة، يا ما شفنا بنات كانوا في مراهقة مسكر عليهم ومغطى عليهم 100 غطا ولما كبروا طلعوا رموا الغطا وتفكفكوا. صح ولا لا؟ وين التربية؟ ها؟ وين التربية؟ سو هو ما مع عصا سحرية ولا مع شريحة ولا مع وحي ولا مع حكمة يعني سرية في موضوع التربية. لذلك ليش هو بيصير أحسن منك؟ ليش هو إذا أنت مجتهدة ليش هو بيصير أحسن منك؟ ليش؟ أنت اجتهدي، إذا تحسين أنك يعني في أشياء مو فاهمتها ابحثي، اقرأي الكتب، تارس المكتبات من كتب التربية. الآن ما شاء الله الناس اللي يتكلمون في التربية موجودين في اليوتيوب، موجود، ابحثي اقرأي اطلعي احضري كورسات. وسألتك قلت لك يا فرح لو كان في موقف بينك وبين بنتك هل تقدرين تخمنين ما هي طريقة أبوها في حل هاي المشكلة؟ قلتي نعم، قلت إحنا ما نحتاجه كل شيء. قلت لك يا فرح تعرفين طريقة الأب في التربية في المواقف؟ قلتي لي نعم أعرف شو بيسوي، أعرف وش سلوكه. إحنا نحتاجه ليش؟ إذا أنت أصلاً تعرفين طريقته، يعني حتى أنت كروته معاك، يعني السبب اللي انت قاعده تقولينه طول الوقت انا عشان ابوهم بروح عشان ابوهم يربيهم وعشان ابوهم هو اللي يعرف وانا ام يعني ما ابغى انب نفسي وما ابغى كذا فخل البلا عليه. طب انت تعرفين طريقته اصلا؟ انت في جيبك، انت حافظه طريقه تفكيره وتعرفين شلون يفكر، في جيبك طريقه تربويه لطليقي، متى ما بغيتيها طلعيها، متى ما حسيتي اوه بنتي الحين بتخطي خطا انا كأم ام غير جيده، اوكي ماشي معاك، احنا ماشيين معاك، بنتي الان مراهقه وتسوي شيء مره خطير وانا ام غير جيده وما ابغى بكره يحطون المصيبه فوق راسي، اوكي وش الطريقه اروح اتزوج مره ثانيه؟ لا وش الطريقه؟ الطريقه طلع الكرت. الكرت اللي انت حافظته عن ابوهم، وش بيسوي؟ هو بيسوي كذا وكذا، اوكي خلاص خلنا نسوي عشان ما يأنبني بكره يقول اه انت اللي سويتي ببنتي، اقول لا انا سويت الطرق اللي انت تعتبرها طرق، صح ولا لا؟ فبالتالي ما في شيء يبرر فكره انه انت محتاجه الاب مربي، ما في مبرر، ما في شيء يدل على انه هو احسن منك تربيه، ما في شيء يدل على انه هو اب مربي احسن منك، ما في شيء يدل على انه عنده شيء خفي ما هو عندك. في نقطة مهمة اللي هي انه انت كنتي في مرحلة، وهذا كلام مهم لفرح ولكل من يسمعني،
كنتي في مرحلة من مراحل حياتك غير مسؤولة عن نفسك وتفتقدين للحرية. ارتفعت هذه المرحلة وأصبحت امرأة قوية مسؤولة، فأصبحت حرة، فتحررت من هذا الزواج اللي ما كان متناسب مع مستوى طاقتك الجديدة. الآن ارتفعت المسؤولية لدرجة أعلى. هذا الكلام مهم وخطير لكل شخص يسمعني. لما ترتفع المسؤولية تمشي معها حرية. الآن يا فرح صار عندك مسؤولية أكبر. أي نعم، بنت صغيرة تودينها وتجيبينها وتعمرينها وتنهينها وتقولينها لا وتسكت، غير بنت مراهقة، غير بنت كبيرة، صح؟ بدهيات كل العالم تعرفها. طيب، فبالتالي الآن مسؤولية كذا، فالآن تقولين يا ربي أقدر، لحظة خلنا نشوف، أقدر على هالمسؤولية، أقدر على هالمسؤولية، أقدر ولا أنا امرأة ضعيفة ما عندي طرق التربية الجيدة اللي عند الرجل، أنا صغيرة مرة، أنا صغيرة أقدر أربيهم، أنا صغيرة مرة، صغيرة أحتاج فعلا، أنا صغيرة، 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 أحتاج إني أرجع للقفص لأني صغيرة، أرجع وأعطي أحد المسؤولية لأني مو قد المسؤولية، لأني مو قد المسؤولية، لأني ما أقدر أحمل مسؤولية أطفال مراهقين، ما أقدر أشيل مسؤولية أطفال مراهقين، لا لا ما أقدر، ما أقدر يا جماعة، الموضوع مرة كبير، مسؤولية كبيرة، ما أقدر، خلاص أتنازل عن هذه المسؤولية وبناء عليه أتنازل عن حريتي. روح تحت أي مسمى وأقفل على نفسي في قصة مش واضحة، قصة مرتبكة، زواج، أم، زوجة ثانية، زوجة رابعة، مسيار، ما أدري إيش، وارتبك. ففرح إذا بيقول لك أنت قدوة، هذه مشكلة الساحة الآن، مشكلة الجيل القديم، يقولون لك إنه مصرين على تنصيب قدوات. الجيل القديم مصرين على أنه لازم يكون في قدوات في الحياة كذا ينصبونهم، وهذه مشكلة. والجيل الجديد أصلا ما جاب خبر للقدوات، حتى لو كان في قدوة ما جاب خبر للقدوات، بس الجيل القديم مو فاهمين هذه الفكرة. فالمشكلة مو بس عندك يا فرح، المشكلة في كثير أماكن في العالم العربي، إنه إحنا في انتقال جيلين، الجيل المتحضر هذا والجيل القديم اللي يؤمن بفكرة القدوات. الجيل الجديد شعبوي، الجيل الجديد شعبوي، يعني تتوقعين الآن أنا لو لبست باروكة بنفسجية ويعني لبست ملابس خالعة راح يكون عندي قبول أكثر ولا أقل؟ أوعدك إنه راح يكون عندي قبول أكثر، أوعدك، أوعدك لو سويت أي جنون بالنسبة للجيل القديم راح يكون عندي قبول أكثر، لأنه الجيل الجديد شعبوي، شعبوي مش نخبوي ولا يهتم للقدوات أصلا، يقوم ويطيح ويسوي، ما 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 في أحد له قيمة في الجيل الجديد. فهذا الشيء هو زوجك لازم يعرفه، بس ما أدري يعرفه ولا ما يعرفه، بس هذه مشكلة العصر الحالي في العالم العربي. وش في الشعر بنفسجي؟ والله ما في شيء. في أي لحظة ترى ممكن بس شعر بنفسجي. طيب، كل التوتر الموجود من قضية الرجعة، لأنه زي ما قلنا في ارتباك فكري وبالتالي ارتباك مشاعري. إذا كانت الفكرة بالنسبة لي، أبغى ألخص الموضوع يا فرح، إذا كانت الفكرة هو أنه أنت أم تروحين للبيت كأم، بوضوح فكري تام لكل الأطراف من أكبرهم لأصغرهم، عيالك، طليقك، زوجة طليقك، أمك، أبوك، كل الناس تعرف بوضوح أنه أنت أم، وأن أنت تعلقين لوحة قدامك تذكر كل يوم أنه أنت أم، ماشي، مقبول، مقبول هذا بالنسبة لي. أو أنك ترجعين كزوجة وتذكرين نفسك أنك زوجة بوضوح، عشان ترجعين بعقد، ترجعين بمهر،
ترجعين بشروطك، ترجعين بالطريقة اللي أنت تبغينها، باحترام، بتقدير لنفسك. لأني ما أبغى أن ترجعين وأنت نص أم ونص احتمالية مسيار ولا ما أدري، بعدين ترجعين بعدين تقعدون كم يوم كذا في البيت، بعدين تسوون عقد خفافي كذا، بعدين وحينها راح أقول يا فرح إذا سويتي هذه الحركة، راح أقول إنه أنت سويتي تدمير ذاتي لكل النجاحات اللي وصلت لها. حينها إذا أخذتي دور الأم الآن برخاوة كذا، يعني أم ما أدري أنا أم ولا بصير زوج، أم شرطة زوجة، أم شرطة زوجة مسيا، أم كذا، دخلتي برخاوة لهذا البيت وبعدين انكتب لك عقد أبو ريال، أنا بقولك أنت دمرتي كل الحرية والمسؤولية والاحترام والنجاح والتفوق اللي وصلتي له في كل جوانب حياتك، تكوني سويتي تدمير ذاتي. ما يعني كلامي انك ما ترجعين كزوجة، ما عندي اي مشكلة انه ترجعين كزوجة، لكن سوي عقد، سوي شروط بوضوح، ابغى الحياة كذا، ابغى كذا، ابغى كذا، برجع بجرب، بعطي نفسي شهر، بعطي نفسي 3 شهور، ما عندي اي مشكلة. او قم بوضوح، ممنوع تنام عندنا، غرفتي مكانها كذا، ما يصير كذا، كل الشروط انه انت ام بوضوح. فرح شكرا لك، شكرا على مشاركتنا لتجربتك، وشكرا على سؤالك، شكرا على ثقتك فيني، وبرافو برافو برافو لكل النجاحات اللي انت وصلتي لها. اقدر اقول بثقه انه انت يعني سويتي شيء كبير لنفسك، المراحل اللي كنت فيها والنتيجه اللي وصلتي لها، شغلك والشيء اللي انت وصلتي له شيء مو سهل، مو سهل، ما حد يعرفها الا شخص يعني عانى، حتى في شخص يشوفه من بعيد يقول لا اشياء بسيطه، لا هذه مو اشياء بسيطه. نفسك لما انت تمر فيها هذه اشياء كبيره والام كبيره واجتهادات، قد تكونين في الطريق لوحدك، قد يكون ما معك احد، قد تكونين اجتهدتي كثير وتخلوا عنك الناس في الطريق، لكن مبسوطه انك انت وصلتي لهذه المرحله. لا تخسرين المرحله اللي انت وصلتي لها، الحريه اللي انت وصلتي لها، المسؤوليه اللي انت وصلتي لها، احترامك لذاتك اللي وصلتي له، كله انت تستحقينه حتى هذه اللحظه، وبرافو عليك. اوه تاخرنا يا جماعه، اذكركم قبل ما نخلص عندنا كورس غداء منتصف الليل ل 33 قاعده لعلاقات متطوره، موجود الان على الموقع، وراح يغلق الكورس قريبا. اللي مهتم يسجل على www.sumaya369.net. شكرا لللايكات، شكرا للقلوب، شكرا للكلام الجميل، تصبحون على حب.